Donc on passe à la troisième partie. نتقلوا للقسم الثالث Grammaire التراكيب. La première question, السؤال الأول. Transforme les phrases suivantes en phrases impératives. إذن طلبوا منا في السؤال الأول باش نحولوا الجمل التالية إلى جمل بصيغة الأمر. إذن عندنا la première phrase, الجملة الأولى. Nous respectons le code de la route. إذن نحن نحترم قانون السير. إذن مطلوب منا نحول هذه الجملة إلى جملة أمرية. ثم عندنا الجملة الثانية, la deuxième phrase. Vous ne roulez pas à toute vitesse. إذن أنت لا تسير بسرعة. إذا مطلوب منا كذلك نحولو هاد الجملة إلى جملة أمرية. ثم الجملة الثالثة, la troisième phrase. Tu regardes à droite et à gauche avant de traverser. إذا تنظر على اليمين وعلى الشمال قبل أن تقطع الطريق. إذا مطلوب منا في الجمل هادو بثلاثة نغيروهم نحولوهم إلى جمل بصيغة الأمر. Donc la réponse de la première question de la partie grammaire. إذا جواب السؤال الأول من قسم التراكيب. Transforme les phrases suivantes en phrases impératives. إذا نحول الجمل التالية إلى جمل بصيغة الأمر. إذا عندنا la première phrase, الجملة الأولى. Nous respectons le code de la route. نحن نحترم قانون السير. إذا غادي نحولوا هذه الجملة إلى جملة أمرية. غادي تعطينا respectons le code de la route. إذن خاصنا نحترمو قانون ديال السير, لنحترم قانون السير. ثم الجملة الثانية. Vous ne roulez pas à toute vitesse. إذن أنتم لا تسيرون بسرعة كبيرة. نحولها إلى جملة أمرية من فراز أمبيراتيف. غادي تعطينا Ne roulez pas à toute vitesse. إذن ما تمشيوش بسرعة كبيرة. لا تسيرون بسرعة كبيرة. ثم الجملة الثالثة, la troisième phrase. Tu regardes à droite et à gauche avant de traverser. إذن أنت تندور على اليمين وعلى الشمال قبل أن تقطع الطريق. نحولها إلى جملة أمرية une phrase impérative. غادي تعطينا regarde. إذن نحولها إلى جملة أمرية. غادي تعطينا regarde à droite et à gauche avant de traverser. Donc la réponse de la première question de la partie grammaire. إذن جواب السؤال الأول من قسم التراكيب. Transforme les phrases suivantes en phrases impératives. إذن نحول الجمل التالية إلى جمل بصيغة الأمر. إذن عندنا la première phrase, الجملة الأولى. Nous respectons le code de la route. نحن نحترم
قانون السير. يعني غادي نحولوا هذه الجمله الى جمله امريه، غادي تعطينا respectant le code de la route. اذا خاصنا نحترموا القانون ديال السير، لنحترم قانون السير. ثم الجمله الثانيه، vous ne roulez pas à toute vitesse. اذا انتم لا تسيرون بسرعه كبيره. نحولها الى جمله امريه، une phrase impérative. غادي تعطينا ne roulez pas à toute vitesse. اذا ما تمشيوش بسرعه كبيره، لا تسيرون بسرعه كبيره. ثم الجمله الثالثه، لا ترويزيام فاز، tu regardes à droite et à gauche avant de traverser. اذا انت تندور على اليمين وعلى الشمال قبل ان تقطع الطريق. نحولها الى جمله امريه، une phrase impérative. غادي تعطينا regarde. إذا نحولها إلى جملة أمرية، غادي تعطينا regarde à droite et à gauche avant de traverser. إذا انظر يمينا وشمالا قبل أن تقطع الطريق. regarde à droite et à gauche avant de traverser. Donc on passe à la deuxième question. نتقل للسؤال رقم 2. Mets les phrases à la forme négative. إذا ضع الجمل على صيغة النفي. إذا عندنا الجملة الأولى، la première phrase. C'est permis de rouler dans ce sens. إذا مسموح به أن تسير أو أن تمر على هذا الاتجاه. إذا مطلوب منا الجملة نحولها إلى جملة في الصيغة ديال النفي، une forme négative. ثم الجملة الثانية، la deuxième phrase. Utilisez le téléphone au volant. استعمل الهاتف على المقود. إذا استعمل الهاتف عند القيادة. مطلوب منا كذلك هذه الجملة نحولها إلى جملة ديال النفي، la forme négative. ثم الجملة الثالثة، la troisième phrase. Il ralentit toujours au feu rouge. إذا دائما يبطئ السرعة أو يقلل السرعة دائما عند أضواء الإشارة الحمراء. كذلك الجملة مطلوب منا نغيروها، نحولها إلى جملة ذات صيغة ديال النفي، la forme négative. ثم الجملة الرابعة، la quatrième phrase. Nous avons fait attention. لقد كنا حذرين. الجملة كذلك خصنا نغيروها، نحولها إلى جملة ديال النفي، la forme négative. Donc la réponse de la deuxième question, جواب السؤال رقم 2. Mets les phrases à la forme négative. إذا ضع الجمل على صيغة النفي. إذا عندنا الجملة الأولى، la première phrase. C'est permis de rouler dans ce sens. إذا مسموح به أن تسير أو أن تمر على هذا الاتجاه. إذا نحول هذه الجملة إلى جملة ديال النفي، la forme négative. غادي تعطينا ce n'est pas permis de rouler dans ce sens. إذا غيرو مسموح به أن تمر أو أن تسير على هذا الاتجاه. إذا أصبحت لنا الجملة جملة ديال النفي، فورم نيجاتيف. إذا فضفنا لها نو با، مثلا نضيفو صيغة ديال نو با
فتتحول لنا الجملة إلى جملة ديال النفي. Ce n'est pas permis de rouler dans ce sens. إذن غير مسموح به أن تمر على هذا الاتجاه. ثم عندنا الجملة الثانية, la deuxième phrase. Utilisez le téléphone au volant. إذن استعمل الهاتف عند القيادة أو على المقود. نحولها إلى جملة ديال النفي, لا فورم نيجاتيف, غادي تعطينا نوتيليزي با لو تيليفون او فولون. إذا لاحظنا فضفنا نو با, الصيغة ديال النفي عطاتنا نوتيليزي با لو تيليفون او فولون, إذا لا تستعمل الهاتف عند القيادة. إذن هكذا فتحولت لنا لا فورم نيجاتيف جملة ديال النفي. ثم الجملة الثالثة, لا تخوازيم فراز, il ralentit toujours au feu rouge. إذن دائما يبطئ أو يقلل السرعة عند أضواء الإشارة الحمراء. نحولها الجملة ديال النفي la forme négative, غادي تعطينا il ne ralentit jamais au feu rouge. إذن لا يبطئ أبدا عند أضواء الإشارة الحمراء. إذن هنا لاحظنا فدرنا ne jamais, الصيغة ديال النفي اللي هي ne jamais, la forme négative ne jamais. علاش؟ حيت هنا عندنا toujours, من عندنا توجور هي دائما, غيرنا لها الصيغه ديال النفي عطاتنا جامي التوجور, فالمقابل ديالها في الصيغه ديال النفي هو جامي. اذا درنا نو جامي. اذا من دائما خاصنا نقلو السرعه, ولات عندنا ابدا اللي هي جامي. اي نو غالونتي جامي au feu rouge. إذن لا يبطئ أو لا يقلل السرعة أبدا عند أضواء الإشارة الحمراء. ثم الجملة الرابعة, la quatrième phrase. Nous avons fait attention. لقد كنا حذرين. غادي نغيروها الجملة ديال النفي بالصيغة ديال النفي la forme négative, غادي تعطينا Nous n'avons pas fait attention. إذن لم نكن حذرين أو لم نتخذ الحذر. إذن فضفنا لها ne pas, الصيغة ديال النفي اللي هي ne pas. ولات عندنا الصيغة ديال النفي la forme négative. Nous n'avons pas fait attention. لم نكن حذرين. Donc on passe à la troisième question. Qu'expriment les phrases suivantes? على ماذا تعبر الجمل التالية؟ إذا عندنا un ordre, اللي هو الأمر, un conseil, نصيحة, une interdiction, المنع. إذا عطاونا هنا جمل مطلوب منا نحدو علاش تعبر لنا هاد الجمل, واش على الأمر l'ordre أو لا على le conseil, النصيحة, أو لا على l'interdiction, المنع. إذا عندنا الجملة الأولى, la première phrase. Ne traversez pas, le feu est vert. إذا لا تقطع الطريق, ضوء الإشارة أخضر. واش تعبر لنا هاد الجملة على l'ordre اللي هو الأمر, أو لا على le conseil, النصيحة, أو لا على l'interdiction, المنع. ثم الجملة الثانية, la deuxième phrase. Papa, roule doucement. On a le temps d'arriver à l'heure. إذن أبي سير ببطء, لدينا الوقت للوصول. واش تعبر لنا هاد الجملة على l'ordre اللي هو الأمر, le conseil, النصيحة, أو لا على l'interdiction, المنع. ثم الجملة الثالثة, la troisième phrase. Vous roulez trop vite. Montrez-moi vos papiers. إذن أنت تسير بسرعة.
أرني أوراقك أو أرني وثائقك. إذا أنت ستمشي بواحد السرعة كبيرة، فوريني الوراق ديالك. إذا واش هاد الجملة تتعبر لنا على النغدر اللي هو الأمر، أو لا على الكونسي النصيحة، أو لا على الانترديكسيون المنع. Donc la réponse de la troisième question, جواب السؤال رقم 3, qu'exprime les phrases suivantes. على ماذا تعبر الجمل التالية؟ إذن عندنا un ordre اللي هو الأمر، un conseil نصيحة، une interdiction المنع. إذن عندنا الجملة الأولى la première phrase, ne traversez pas le feu est vert. إذن لا تقطع الطريق، ضوء الإشارة أخضر. إذن هنا فعندنا إن انترديكسيون اللي هو المنع، فتنمنعك من باش تقطع الطريق لأن الضوء ديال الإشارة فهو أخضر. إذن ما خصنيش نقطع الطريق لأن السيارات غادي يمروا. ثم الجملة الثانية لا دوزيام فراز، بابا غول دوسمون اون ا لو طون داريفي ا لور. إذن أبي سير ببطء، لدينا الوقت للوصول. إذن هنا فعندنا نصيحة، إذن سيت ان كونسي، لأنني سنصح الوالد ديالي باش يمشي بواحد بهدوء ببطء باش يوصل في سلامة. إذن عندنا تيقول لي مازال عندنا الوقت باش نوصلو، إذن بلا ما تمشي بواحد السرعة. إذن فهو عطاه هنا واحد النصيحة، إذن عطاه ان كونسي، إذن نوضعو ان كونسي نصيحة. ثم الجملة الثالثة لا ثالثة فراز، vous roulez trop vite montrez-moi vos papiers. إذن انت تسير بسرعة، أرني وثائقك. إذن هنا فهذا الشرطي اللي تيهضر معاه قال لي انت تسوق بواحد السرعة كبيرة، عطيني الوثائق ديالك. إذن هنا فهذا امر، سيت ان اوردر.